كلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه كفرقة استطلاع يطوفون حول المدينة، فلما خرجوا ذات ليلة وجدوا أعرابيا يركب ناقته وشكله ذاهب لأداء عبادة الطواف، فسمعوه يلبي تلبية عجيبة غير تلبية الإسلام، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فعرفوه أنه مخالف للإسلام وليس بمسلم، فأمسكوا به وساقوه إلى المسجد وربطوه في سارية من سواري المسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح نظر إليه فعرفه، فصلى الصبح ثم نظر إلى أصحابه وقال أتدرون من أسيركم البارحة؟ قالوا لا نعرفه يا رسول الله. قال هذا سيد بني حنيفة، هذا ثمامة ابن أثال، كان يطعن في شرفنا وقتل منا وفعل بنا الأفاعيل وسخر منا، قبضتم عليه وأحضرتموه؟ قالوا وربطناه في سارية المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال له إيهن يا ثمامة؟ قال إيهن يا محمد؟ قال ما تظن أني فاعل بك الآن؟ قال لا، الأمر إليك، إن تقتل تقتل ذا دم هذا حقك، وإن تعفو يا محمد تعفو عن رجل يقدر العفو ولن ينساها لك، وإن كنت تريد الفدية اطلب تجد، إن عفوت تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد الفداء لمالا اطلب تجد، أنت تعرف ما عندي. فتركه النبي وانصرف، لكنه أمر الصحابة أن يحلبوا لبن ناقة النبي القصواء ويحضروه له بكرة وعشية في الصباح وفي المساء، وأن يطعموه بأحسن طعام، وأن يمدوه بالماء وما يحتاجه من شراب، وكل يوم يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح ويقول له إيه يا ثمامة كيف الحال معك؟ يقول كما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا قتلت منكم كثيرا، إن قتلتني فهذا حقك وهذا سأرك وهذا قصاصك، أنا لن أقتل. وفي اليوم الرابع قال له ما الجديد عندك يا ثمامة؟ قال كما سمعت، أنا لن أتحرك قيد أنملة، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تعفو تعفو عن شاكر، إن كنت تريد المال أطلب تجد. قال النبي فك قيوده، أطلق السراح، اذهب إلى حيث شئت. حضرتك كلمنا بقى عن يعني قصة تاني حلوة كده بسيطة صغيرة من القصص المشهورة عن حضرتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بائت الليلة في منزل السيدة فاطمة عند ابن عمه علي بن أبي طالب، فاستيقظ الحسين باكيا يطلب الماء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة قومي يا ابنتي استيقظي يا فاطمة اعطي لولدك الماء، فقامت وسقت، لكن النبي قال قولا عجيبا، قال يا فاطمة أو ما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ تخيل درجة الحساسية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدن الوفاء وهو صاحب العطاء، لم يتحمل صوت وبكاء ذلك الطفل الغرير، ذلك الصبط الصغير. يا له من قلب كله رحمة، وصدق ربي إذ يقول وما أصل للعالمين، أبعد من ذلك وهو يصلي بالمسلمين صلاة المغرب، فصلاة المغرب صلاة جهرية، بدأ يقرأ وبدأ يتلذ له التلاوة، والصحابة من ورائه في روحانيات من بعدها روحانيات، وحصل نوع من التجلي والعظمة، لكن إذ بغلام صغير يصرخ ويبكي في ثورة بكائية يعبر بها عن احتياجه الأمة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع حتى يخرج منها فيتعجب، كنا نريد المزيد، وكانت روحانياتنا عالية وحصل نوع من التجلي والبركة، يا رسول الله جئت في لحظة كده وأسرعت. قال خفت أن أشق على أمه، لما سمعت بكاء الصبي هز أركاني، فخفت أن أشق على أمه، وصلت به الرحمة أن يلخص صلاته وأن يسرع في أدائها ويطويها بسرعة
رحمة بطفل يبكي في احتياج إلى أمه، ورحمة بأمه التي تحتاج إلى ابنها لتطمئن عليه. صدق من سماك الرؤوف الرحيم، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاه، صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الغني اهلا بحضرتك، احنا بعد المقدمه الجميله دي من حضرتك بنرحب بحضرتك في تليجراف مصر. السلام عليكم اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين متابعين تليجراف مصر في كل مكان. معانا ومعكم النهارده الشيخ عبد الغني العجالي من محافظه اسيوط، بالاخص مركز البداري. الشيخ عبد الغني ليس شيخ في مركزه فقط، ولكن حقق انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني بقت كل الناس من كل البلاد ومن كل كمان خارج مصر بيسألوا مين الشيخ عبد الغني العجالي. معانا ومعكم النهاردة في ظهور لي طبعا مع تليجراف مصر. عرفت نفسك بس. أهلا وسهلا، عبد الغني أحمد محمد أحمد، كبير معلمين في المرحلة الإعدادية بإدارة البداري التعليمية، وخطيب الجمعة بمسجد مولانا الشيخ الأربعين بالعقال البحري، إدارة أوقاف البداري شمال، مديرية أوقاف أسيوط. أهلا وسهلا. غيرنا الترند المرة دي للترند الشيخ عبد الغني. نعم. يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله حققت نسب مشاهدة كبيرة، بقت ملايين من الناس بتشوف الشيخ عبد الغني، بتسأل مين هو. حضرتك قلت النبذة التعريفية بتاعت حضرتك، بس يعني مين بقى القصص الجميلة والحاجات الجميلة اللي حضرتك دايما بتقولها؟ كلمنا في الأمور دي. الحمد لله الذي جعلنا في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. ولا شك علمنا بخطورة الكلمة وقدسية المكان جعلتنا نتحرى كثيرا من الأمور، ولكن هذا يستدعي حالة من الاستذكار الدائم. فأنا قارئ النهم، وقد صاغ الله عز وجل لساني عدالة في النطق بسبب القرآن الكريم، وأنا مطلع جيد وقارئ النهم، واليوم الذي لا أقرأ فيه لا أعده يوما في عمري ولا في حياتي. وكل ما أرجوه بعد هذه الشهرة وبعد هذا العطاء، ففضل الله عز وجل أن أعمل داعية إسلامي منذ 40 سنة، سواء تطوعا أو بعدما عينت بقرار وزاري بعد حصولي على معهد إعداد الدعاة بأسيوط. فالحمد لله، لكن لي منهجي في الدعوة إلى الله، وهو التيسير. الدعوة دي الطريقة الشاذلية الصوفية؟ لا، الدعوة العامة إلى الله ورسوله. فأنا أميل إلى التيسير الغير مخل، وأعتمد في قصصي على ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وألزمنا به من باب يسر الشريعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. لست من المتشددين ولا أطيقهم، لأن ديننا أساسا دين سلس، دين كله رحمة، دين كله اتساع وترحاب ويقبل الكل. رحم الله شيخنا المرحوم الشيخ عطية صقر، له حكمة رائعة يقول فيها: إن هذا الدين حلو فلا تمرروه. لا سامح الله من مرروا الدين، لا سامح الله من عقدوا الناس، لا سامح الله من كفروا المجتمعات، لا سامح الله من وضع العراقيل أمام شباب الأمة وشتتهم وشككهم في دينهم وجاءوا بكل الأفكار الغريبة، لا سامحهم الله. ديننا يسر، ونحن مع اليسر في كل شيء. وأفضل من يقدمون الدين بطريقة سهلة ميسورة هم أهل الله المتصوفة، ونحن معهم بالباع وبالذراع، وننتمي إليهم وندعو بدعوتهم ونشارك في ساحاتهم ونمجد أعمالهم، لأنهم الجانب العاطفي في الإسلام. شيخ عبد الغني، أغرب قصة كده حكيتها والناس استغربتها وقالت لا دي ضعيفة دي. نعم. الحاجات دي. نعم، عندنا في مجال التصوف درجة من درجات الوصل الإلهي تسمى الكشف، لأن عندنا الغيب مقيد ومطلق، في أمور غيبية لله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة، لا أحد يعلم، لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا مما اختص الله به ذاته، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. قد نرى السحاب الثقال ونعلم أن هذا السحاب مليء بالأمطار، لكن لا ندري أين يقع هذا المطر. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. عملية الأرحام لا يعلمها إلا الله. ستقول لي أن حاليا الأجهزة الإلكترونية والإشاعات تبين الذكر والأنثى وتحديد لكن نقول هل تضمن أنه سينزل كاملا؟ هل تضمن أنه سينزل سعيدا؟ هل تضمن أنه سيكون نافعا؟ هل تضمن أنه سيكون شقيا؟ هل تضمن أنه سيكون مشهورا أو مغمورا؟ بقية هذه الطقوس لا يعلمها إلا علام الغيوب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه غيبيات ستة لله وحده لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنما هناك أمور أخرى من الغيب ربنا تبارك وتعالى يمن بها كنوع من الكرامة لأوليائه. ورأينا سيدنا عمر وهو على المنبر ينادي على سارية وهو يقاتل في الشام. رأينا سيدنا عثمان عندما يدخل عليه أعرابي يقول له: ألا يستحي أحدكم وفي عينيه أثار الزنا؟ يقول: أوحي بعد رسول الله عثمان؟ يقول له: ألم تعلم بأن المؤمن يرى بنور الله؟ وغيره جرى لسيدنا أبي بكر، وغيره جرى لسيدنا الإمام علي، وحاليا وكل أسيادنا الكبار، سيدي أبو الحسن الشاذلي، سيدي أحمد البدوي، سيدي عبد الرحيم القنائي، سيدي ابن مشيش، سيدي ابن عطاء الله السكندري، سيدنا الإمام أحمد ابن محمد الفرغل. هناك من الكرامات ومن الآيات الواضحات من الله بها وكشف لبعض ينشرون هذا العبير الفواح ويبشرون الناس بما ينتظرهم في المستقبل الباهر وبهذا الشيء الجميل. أسأل الله أن يتحفنا كما أتحفهم وأن يمن علينا بمثل هذه النفحات والأعطيات. كنت حضرتك بتحكي كده قصة يعني عملت جدل كبير بين الناس، واللي هي قصة المستشار المستشار وبائع الترمس. هذا من الكشف، لأن الله عز وجل لا يتوقف عطاؤه للأغنياء دون الفقراء، ولا يتوقف مدده لأصحاب الشهرة دون التائهين في الزحام. ربنا يمن ويعطي الجميع، يمنح ربنا تبارك وتعالى يعطي. سبحان الله، هذه النفحات لا يشترط فيها المؤهل، لا تشترط فيها المهنة. يا إخوان، هذا عطاء ربنا تبارك وتعالى. المسألة محتاجة قلب شفاف، فؤاد ذكي، صدر منشرح، صلة بالله، حسن تقوى مع الله، استشعار رقابة الله، عمارة المساجد. بعد ذلك سبحان الله تصبح عبدا ربانيا إذا طلبت من الله شيئا يحققه لك. وقد رأينا هذا البائع المسكين، رجل من الباعة المتجولين البسطاء، أعمامنا وأخواننا وكبارنا بارك الله فيهم وفي سعيهم، الذين حرصوا أن يأكلوا من عرق جبينهم، أن يأكلوا الحلال الخالص. رجل يقف طوال النهار وجزء من الليل يبيع الترمس واللب والسوداني للناس الذين يتنزهون والذين يسامرون بالليل أو يمرون على الكورنيش، فيمر به أحد المستشارين ويأخذ منه ما يحتاجه لأسرته، ثم يترك له مبلغا بسيطا، يعني من باب النفحة، من باب الله يعينك، من باب إكرامية، من باب خليهم عشان خاطر حضرتك. فالرجل اللي عانى قال: والله وشك كل نور يا شيخ، والله انت بص ان شاء الله ربنا هيكرمك وتروح تحج، ايه ما رأيك ان شاء الله ربنا يمن عليك كمان وازور سيدنا النبي والنبي تسلم لعليه. فالرجل خد الأمر ببساطة، لكن إرادة الله أن هذه الكلمات تخترق السماوات السبع وتصل إلى عرش الله، وربنا يأخذها بالقبول. وإذ بالمستشار بعد أيام معدودة ينبه عليه في جهة عمله أنه تم ترشيحه لأداء فريضة الحج مع البعثة الرسمية التي ستخرج من الوزارة التي يتبعه. سبحان الله، وكتب للرجل أنه يؤدي المناسك ويذهب لزيارة النبي بعد المناسك، وهناك في الروضة الشريفة لجلال الموقف ولعبق الآيات العالية نسي أن يبلغ ما كلفه به البائع المتجول، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويعتب عليه. سبحان الله، فيتذكر ويندم على تقصيره ويعترف بأنه نسي، فلما يعود يبحث عن البائع ليزف له البشرى فلا يجده، وبعد شهور عديدة يراه في مكان آخر فيسرع إليه ويحكي له القصة
ويقول له أنا أنت دعوت لي سابقا وربنا أراد ومنحني وأديت فريضة وذهبت إلى رسول الله وأبشرك بأنني بلغت سلامك إلي، فيبتسم البائع ويقول له يا رجل أنت نسيت وذكرك رسول الله. هذا الرجل البسيط بينه وبين الله عمار، بينه وبين الله اتصال، بينه وبين الله سمح الله له بالكشف. هؤلاء الذين يحرصون على الحلال هم أنقى الناس وهم أتقى الناس وهم أقرب الناس إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك من إذا دعا الله يستجاب له، وأولياء الله العارفين والصالحين ومن على هذا المنوال تستجاب دعواتهم قبل أن ترتفع حواجبهم. سبحان الله، مسألة الوصل والكشف وعطاء ربنا لا يحتاج إلى مقاييس، لا، ولا يطالب الإنسان فيها بدليل، لأنه لا أحد يجرؤ أن يكذب على الله وعلى رسوله. لكن هذه الساحات مليئة بأمثال هؤلاء وهم لا يكشفون عن أنفسهم، إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، لأنهم أصحاب سر وهم درجات في مثل هذا الفضل العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان الحديث ضعيفا الخيرية في وفي أمتي إلى يوم الدين. هذه الأمة أمة ولادة جيلا بعد جيل من واصل إلى واصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى حصل على القصة دي جدل؟ الجدل لأن هناك بعض المدارس التي تختلف مع المدارس الصوفية، دائما تطعن في كل ما يقال، ودائما يهيلون التراب على الأئمة والرموز والدعاة والمشاهير في حقل الدعوة، خاصة بالنسبة لمسألة التصوف. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك من تصور أني أنا أقول أن ليلة القدر، وطبعا هذا لبس خطير، لأنه لا يجوز لإنسان أن يقول مثل هذا. اولا لو اننا يقول ان ليله القدر جات ليله ذي الحجه، هو مش فاهم ليله 2 ذي الحجه، هو مش فاهم. الجماعه العوام والبسطاء لما يضيفوا احد المسؤولين او احد الوجهاء او حتى احد الضيوف يرحبون به ويبالغون في الترحاب، وهذا امر طيب، يقولوا احنا زرنا سيدنا النبي، كلمه تطلع تلقائيه عفويه، هو يريد ان يرحب ليس اكثر ولا اقل. والبعض الآخر يقول لك والله أنا ادعيت لك، تقولش صادفنا ليلة القدر، ما تقولش اتفتحتنا طاقة القدر، دي كلمة يا أخواننا ده أسلوب مجازي، دي استعارة لفظية حتى في اللغة. يا سبحان الله، يقول لك الشيخ بيقول إن ليلة القدر ده يوم 2 ذي الحجة. يا أخي الفاضل، ببساطة شديدة القرآن نزل أنت مش نزل في ليلة القدر، من السماء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. طب أنت أرجع لورا على القناة هتلاقين عامل يجي 20 حلقة في أفضليات ليلة القدر، نفحات ليلة القدر، معنى القدر، شرف ليلة القدر، بركات ليلة القدر، نفحات ليلة القدر. يا أخي، هل يعقل رجل عمل في حقل الدعوة الإسلامية 40 سنة بفضل الله وأسأله القبول ما عرفش ليلة القدر إمتى؟ ده كلام. لكن هناك بعض الطاعنين والكارهين والمسوفين وما إلى ذلك العلم، ونحن لن نغضب من أحد بل نقبل الجميع ونقبل النقد حتى وإن كان من أجل النقد. نقول إن الله يعني سائلا ربي أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن لا يشقينا وأن لا يشقي بنا أو يجعلنا سببا لمن شقى. شيخ عبد الغني، الجزء بقى الفكاهي في الموضوع، مين بقى بدأ يشجعك بقى على السوشيال ميديا ودخول السوشيال ميديا والاهتمام بالفيديوهات والحاجات دي؟ والله ابن حضرتك بيضحك. انا والله اعتبرها بامانه الله هي دعوه، وانا اهتم بها لاني اعلم خطوره الكلمه واقدر قدسيه المكان، لاني انا اصعد المنبر والمنبر هو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبني المنبر وشيبتني هود واخواتها، يعني سورة الانشقاق والانفطار والحاجات اللي بتتكلم عن أهوال القيامة. فمسألة صعود المنبر ليس أمرا سهلا، هذه أمانة، أنت تبلغ عن الله ورسوله، أنت توقع عن الله ورسوله. أيوة، الخطيب، أنا أساسا واعظ، لست رجلا فقيها ولست عالما متخصصا، إنما الواعظ يأخذ من كل بستان زهرة. أنا يهمني أن وأبشر الناس
بأن ديننا كله سلاسة، ديننا كله محبة. المسألة في الدين قائمة على الحب، يا عباد الله حبوا فليس غير الله ربه، إن في القرآن آية هي للقلوب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. أساس الدين يا أخوانا المحبة، في موروثات إخواننا المسيحيين الله محبة، في قرآننا المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مسألة ديننا ده انتشر بالحب، فأنا أستغل المنبر في بس بذور الحب، في نزع الكراهية والأحقاد وكذلك طبعا السوشيال ميديا، وأبصرهم بأحوال الصحابة وحياة الصحابة وترجمات الصحابة. نعم، وأتكلم عن سيرة الرسول سلسلة بالبساطة وبتعبيرات بلدية أخاطب الجميع. لكن المسجد ليس حكرا على المثقفين وحدهم، ليس يضم النخبة وحدها، من قال هذا؟ المسجد فيه الكبير والصغير والمثقف وصاحب الدكتوراه وصاحب المنصب الرفيع والوجيه والوارث والرجل البسيط والرجل صاحب الحرفة البسيطة. أنا أخاطب كوكتيل من الناس، فحتى وإن التزمت بالنص لغة أبدأ أدرج، لأني حريص أن يتسنى الفهم للعوام، وأحيانا أستخدم ألفاظ بلدي وأمثلة شعبية لتقريب ولتوصيلهم. أنا لست في مدرج تعليمي، أنا لست في حرم جامعي حتى أتكلم باللغة ولا أغادرها قيد أنملة. عندي القدرة والحمد لله، عندي القدرة على صياغة اللغة، وأستطيع أن أتكلم في أي موضوع لأني قارئ نهم. وتعلمنا حكمة الرشيدة، من خدم المحابر خدمته المنابر. أسأل الله عز وجل أن يجعل عمري كله فناء للدعوة، وأن يستخدمني لآخر نفس حتى ألقاه وأنا أدعو إلى الله، وأسأله أن يرزقني القبول ويكتب لكلمة الانتشار ويرزقني الإخلاص، وأن يجعلها حسبة لله ودعوة إليه. إيش ده المطلوب يعني؟ شكرا لحضرتك. بس قبل ما نقفل حضرتك، مثلا أنت النهاردة طالع تلقي موضوع عن مثلا اي موضوع طالع تلقيه، حضرتك بتحب ترتب له ازاي؟ انا طبيعتي في القراءه اقرا وادون، وكلما دونت شيئا اخترت له عنوانا من بنات افكاري. فاذا اردت ان اخص موضوع مثلا في عزاء، انظر الى الشريعه كيف تكلمت عن الموت، السنه النبويه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصيبه، ثم أتذكر شيئا من أقوال الصحابة أثناء موتهم أو من أجيال التابعين، الحكمة، التجارب بتاعت الناس، أبدأ أخرط الموضوع بعدما حددت له الاسم. كلها تشتمل على موضوع واحد، لست من أنصار أكثر من موضوع في خطبة أو في محاضرة، لا، هو عنوان واحد وأنا أطوف حوله، أتيسر فيه وأتبسط فيه وأرتفع فيه وأجمع له كل ما يخدمه، فإذا وصل إلى الناس لم أدع مقالة بعدي لقائل، تكون المعلومة كلها كاملة من جميع النواحي. القرآن قال فيها إيه، السنة، أقوال العلماء قالوا إيه، أخواننا الصالحين قبل الموت قالوا إيه. طب افرض فرح من يتكلم عن الزفاف في الإسلام، مش في حاجة في عندنا، احنا في سورة الروم عن الزوجة وعن حقوقها، والنبي وصى كثيرا وطنطن كثيرا عن المرأة وأهميتها ودورها كأم وزوجة. ديننا يا أخواننا واسع فيه كل شيء، بس أنا أطالب أخواننا الدعاء بتحصيل العلم، بالمذاكرة، بالبحث. طب ليه في بعض الناس مثلا تقول الحديث ضعيف؟ نعم، هؤلاء يتكلمون عن بعض الأحاديث، وعندنا من الأحاديث الضعيفة، لكن أسيادنا الكبار علمونا فقالوا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وأنا بقول لإخواننا، يا إخواننا أنا بعرض الدين، أنا بكلم عوام، يعني سبحان الله أنا علمته في حاجة، هو رجل مش متخصص في علم الجرح والتعديل يا أخواننا، مش كل الناس اللي قدامك دول يعني ناس أهل متخصصين في الحديث. هتقول لي أمنت الكلمة، طب ما هو أمنت الكلمة، طب نبل المقصد راح فين؟ الهدف المنشود إيه؟ أنت بتنشر دين، بس أنا واعظ لست بفقيه، لست أستاذ متخصص في علم الحديث، يا أخواننا أنا واعظ أدعو إلى الله على بصيرة، قال الله وقال رسول. انت تحدد معايا متى، لو انا قاعد في حرم جامعي وبتكلم في علم الحديث
أو الجرح والتعديل، تقول لي ده ضعيف وده أقوى منه وده المتن ده فيه خلل، السند ده راجل فيه متروك ولا واهل الحفظ ولا مطعون فيه ولا لم يرضى به فلان أو طعن فيه فلان من الأئمة. هذه أمور تحتاج إلى تخصص. الأمر بسيط يا أخوان، جماعة بيصلوا معايا أنا بدعوهم إلى الخير، بأمرهم بالمعروف، بنهاهم عن المنكر، بعرفهم الحقوق الشرعية. عايزين مننا تاني تقعد تقول الحديث ده ضعيف والحديث ده؟ يا أخي سبحان الله، الموضوع غير كده خالص. عندي أحاديث ضعيفة ماشي، فيه الأقوى منها، طب يمكن أنا موصلنيش يا أخي، وما فيش عيب إنك أنت تنبهني، إنك أنت تقول لي فيه أقوى، خده أخي فوق راسي. يعني إيه؟ ليسعى بعضنا بعضا. تعالوا يا أخوانا جميعا نشتغل في اللي اتفقنا عليه وندع ما اختلفنا فيه إلى أن يمن الله علينا جميعا ويجمعنا. إحنا بالنادي بنقول يا أخوانا إيه؟ اعتصموا يا أخوانا، إيه؟ تحابوا يا أخوانا، إيه؟ اجتمعوا. بلاش التفرق وبلاش أن يهيلوا بعضنا التراب على بعض ونطعن في رواية هذا وهذا صاحب أحاديث ضعيفة وهذا منكر وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا قبوري وهذا صوفي ملعون. لما يا أخي؟ يا أخي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. الله ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام ومصحفكم وقبلتكم منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. أسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يبصرنا بعيوبنا، وأقولها لله، ليس هناك من هو أعلى من النقد، ليس هناك من لم يخطئ، لكن لندع من لا يخطئ هو الذي يحكم على الخطأ. كلنا أصحاب خطايا، كل بني آدم خطاء يا إخواننا، كلنا أصحاب خطايا، لكن لا داعي أنك اغمس هذه السيئة في بحار الحسنات. ظن بأخيك خيرا. قل للرجل يعني يخاطب مجتمع بسيط، فئة قدامه، الرجل ما أسعفتش الذاكرة أنه هو يأتيه الحديث القوي، استشهد بحديث ضعيف، طب ما يا أخي يؤخذ به في فضائل الأعمال يعني. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. شكرا لحضرتك شيخ عبد الغني. عايزين دعوه بقى حلوه منك ماشي. للجمهور والموقع ماشي. ربنا يبارك فيكم، دائما تسعون للخير ولرفع الالتباس عن الناس، اصحاب عباره طيبه، اصحاب اشراقه واطلاله مقبوله. اعرف ان الكثيرين من متابعيكم وينتظرون دائما الجديد عندكم. اسال الله ان يبارك في فريق العمل والقائمين على الامر جميعا، وجزاكم الله عنا وعن المصريين جميعا خير الجزاء. بارك الله فيكم. شكرا شيخ عبد الغني. الله يعزكم يا فندم. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعين تليجراف مصر في كل مكان، شكرا لكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الترند المره دي كان مع الشيخ عبد الغني، احنا من محافظه اسيوط وبالاخص مركز البداري. نشوفكم كده ان شاء الله على خير ونتابعكم على خير دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.